ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومتابعي اليوم السابع. اليوم السابع على التوالي من منطقة فيصل بالتحديد شارع المطبعة، بس مباشر من أمام عقار فيصل الذي شهد اندلاع حريق منذ 7 أيام داخل مخزن لتصنيع الأحذية بالدور الأرضي وطابقين آخرين أعلى منه. زي ما احنا شايفين كده الحريق أسفر عن حرق العقار بالكامل. العقار على مساحة 1000 متر وما زالت الأدخنة تتصاعد من داخل العقار مع تواجد أمني مكثف أعلى وأسفل الدائري تحسبا لأي انهيار من أجزاء العقار في أي وقت. البداية كانت بتلقي غرفة الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من الأهالي بيفيد بنشوب حريق داخل مصنع الأحذية أسفل عقار على مساحة 1000 متر بشارع المطبعة بالتحديد في منطقة فيصل. تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء واستمرت عملية الإطفاء طيلة ما يقرب من 3 أو 4 أيام، وحتى الآن ما زالت الأدخنة تتصاعد من داخل العقار. زي ما احنا شايفين كده هناك مع تواجد أمني مكثف الحماية المدنية بذلت أقصى جهد في السيطرة على الحريق حتى لا يمتد إلى العقارات المجاورة له. جميع سكان العقار تم إخلاءهم من العقار حتى لا تكون هناك أي خسائر في الأرواح. تم إلقاء القبض على مالك العقار وهو الآن تحت في تحقيقات النيابة العامة. الخسائر المادية تقدر بملايين سواء في لأصحاب ومالكي الشقق السكنية أو الخسائر في المصنع نفسه الذي تسبب في الحريق. اليوم السابع على التوالي ما زال الأدخنة تتصاعد من داخل العقار واحتمالية انهيار أي جزء فيه في أي وقت والتواجد الأمني مكثف بشكل كبير أعلى الدائري وأسفل الدائري ومحيط العقار. محافظة الجيزة شكلت لجنة هندسية طبعا لمعاينة العقار ولاتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة حدوث أي انهيار جزئي لأنحاء العقار، بالإضافة كمان إن تم الدفع بعدد من كبير من سيارات الإسعاف حتى لا تكون هناك خسائر في الأرواح. تم إخلاء العقار بالكامل. وما زال متعلقات أصحاب ومالكي الشقق السكنية داخل العقار لم يتم إخلاءها. بالتحديد الدور الأرضي والأول علوي هما اللذان يظل تصاعد الأدخنة من داخلهما نتيجة الحريق الهائل الذي شب داخل مخزن الأحذية. عمليات التبريد استمرت لأكثر من 4 أيام إلا إن مازال الأدخنة تتصاعد
هناك بجانب الطريق الدائري تتمركز سيارات الحماية المدنية والإطفاء تحسبا لاندلاع الحريق مجددا والسيطرة عليه مرة أخرى. قوات الأمن بالجيزة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين في العقارات الأخرى من احتمالية حدوث انهيار العقار في أي لحظة. تم فرض كردون أمني لمنع تجول المواطنين أو الاقتراب أو اقتراب المواطنين من العقار حتى لا تكون هناك خسائر في الأرواح. الخسائر المادية تقدر المبدئية تقدر بما يقارب 50 مليون جنيه حتى الآن كحصيلة أولية. انتشار رجال الأمن أعلى الدائري لتسيير حركة المرور وعدم تكدس السيارات أمام العقار. لليوم السابع على التوالي زي ما احنا شايفين كده ما زالت الأدخنة تتصاعد من داخل العقار بشكل كبير. التواجد الأمني أسفل العقار وأعلى الدائري بشكل كبير أيضاً.